وبدنا نقول صباح الخير عن جديد لكل حد عم يسمعنا عبر هواني نار اف ام عبر موجاتنا 89.6 101.1. بالفترة الأخيرة تم تداول على السوشيال ميديا للقب لملكة جمال سوريا لعام 2021، طبعا لملكة جمال سوريا ناتالي درويش، وموجودة معنا على هواني نار اف ام. بدنا نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، هلا هلا فيك. كيفك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله تمام، وأنت كيفك؟ نحن تمام. فيقناكي بكير؟ لا ولا يهمك، يخلي لي إياكي. أنا في بكير بالعادة. تسلمي لي ناتالي. بأول شي بدنا نقول لك ألف مبروك لإلك. الله يبارك فيك كلك ذوق. هلا بالبداية تم تداول على السوشيال ميديا بأنه أنت أخذتي لقب ملكة جمال سوريا لعام 2021، شو هو اللقب يلي أنت أخذتيه بالتحديد إذا بدنا نوضح الصورة أكثر؟ هلا أول شيء أنا كنت مشاركة بمسابقة نيكست توب موديل لعام 2021 يلي صارت كازينو لبنان. هلا هن المسابقة بيختاروا موديل من كل دول العالم. طبعا المسابقة هي مسابقة عالمية ومعروفة من 12 سنة. بيشارك فيها طبعا موديل من كل دول العالم والأجنبية والعربية طبعا. وأنا كنت من الوحيدة يعني طالعة مثل سوريا بهيدي المسابقة. تمام. هلا هو لقب المسابقة واسمه هو النكست وورلد توب موديل. اللقب أخذته صبية أوكرانية وأنا أخذت لقب مس أراب ومس بس فوتين. طبعا هو فخر إلي أنه أنا أخذت هيك لقب لبلدي يعني لأني طالع أنا عم مثل سوريا. تماما. والألقاب طبعا نتيجة التصويت يعني كان في رابط تصويت للمسابقة والناس كانت عم تصوت وكنت أنا إلي أعلى نسبة التصويت. يعني أنت حضرتك أخذتي لقبين، أول لقب ملكة جمال العرب تمام، واللقب الثاني هو أفضل نسبة تصويت أخذتي، صحيح؟ معناته نحن مننفي انه انت اخذتي لقب ملكة جمال سوريا لعام 2021 مثل ما تم. المسابقة صارت ببيروت. ببيروت. واختاروا اختاروني انا ما مثل سوريا، فيعني خلص انا معناها بما اني ملكة جمال العرب مثل ما اخذت اللقب فخلص انا بيعتبروني ملكة جمال سوريا، ملكة جمال لبنان. تماما. ما بدنا الوطن العربي. تماما، كتير حلو. معناته بدنا نقول لك ألف مبروك يعني. ونحن شفنا مشاركة مثل ما ذكرتي حضرتك من روسيا، إسبانيا، وأوكرانيا، فنزويلا، العراق، وكتير من البلدان يلي تم مشاركتهم بهي المسابقة. إذا بدنا نحكي عن هالمسابقة، كيف كانت المراحل، كيف دخلتي بها المسابقة، وخبرينا عن شعورك لما حصلتي على اللقب. هلا صراحة هو أكيد أنا ممكن سعيدة يعني إني أنا حصلت على هاي الألقاب لإلي مشان مسيرتي إلي بمجال المودرنج وإني يعني أنا ذبحت شيء كمان لبلدي إنه جبت لهم هيك لقب مثلا حلو. قدمت شيء يعني بجوز ناس ما كثير إنه يعني كانت هيدا الشيء أهمية، بس بالنسبة إلي إنه أنا هذا الشيء اللي بقدر أقدمه. وهمن يعني تواصلوا معي مشان شارك يعني انه انا كنت الشخص الوحيد من سوريا. وكان ضلينا تقريبا فترة 15 يوم ببيروت طبعا بين تدريبات للستيل مثلا المشي الافتتاحية مع الصبايا لكل المشاركات. مثلا كتير قصص انه مثلا ياخذونا محلات بلبنان انه نشوفها هيك حلو. يعني طيب اذا بدنا نحكي عن كله كان موثق يعني انه كنا وين ما رحنا نحن نعمل ميشن وقصص ونزلها بالستوريات موجوده على صفحاتي على الانستا وعلى الفيس. اذا بدنا نحكي شوي عن لجنه التحكيم كيف كانت؟ كان في لها دور بانه هي كمان عندها نسبه من التصويت او انه تبدي رايها؟ لجنه التحكيم كانت كان في عنا مشية كل صبية لوحدها وكان في علامات عم تنحط. لجنة التحكيم هي مكونة كانت من 12 شخص من كذا جنسية ومن أكثر من صفة. كان في أطباء، كان في معنا مثلا مصممين أزياء،
من كان في مثلا اشخاص من روسيا، من كذا دوله يعني، ومن لبنان كانوا موجودين باللجنه، وهن حسب تمام علاماتهم كمان تم الاختيار. تمام. طيب اذا بدنا نحكي كمان يعني ناتالي، انه احيانا مو احيانا تم التداول او في تنمر على يمكن حصولك على هاللقب من قبل كتير من الأشخاص. خبرينا لما يمكن نزل لك صور على السوشيال ميديا من خلال المسابقة، وشفتي يمكن أكيد وصلك كتير من المسجات وشفتي تعليقات العالم، شو كان ردة فعلك؟ ونحن حتى شفنا نجوم يعني كانوا وطلعوا وحكوا ودافعوا يمكن كمان عنك، أنه عن التنمر يلي صار، أنه عاملة جميل مو شايفين كتير من الحكي اللي صار. شو بتردي على العالم اذا بدك تقولي؟ هلا اول شيء ما في وحده ما بتتمنى يعني تكون هي احلى حدا بالدنيا وتعمل تجميل وتزيد ثقتها بحالها. هلا انا اللي بيعرفوني انا لسه ما عامله تجميل، بس اكيد يعني لقدام ممكن اعمل شيء مشان هيك مشان حالي يعني. تماما تماما. ثاني شيء هلا هي التعليقات كانت متفاوتة، ناس صارت تحكي يعني الواحد بيزعل انه اولاد بلده هيك عم يتعاملوا مثلا، صحيح. بدل ما انه لا ينبسطوا لك مثلا يدعموك مثلا مثل المتسابقات الثانية، انه لا بالعكس ما كان هيك ردود فعل عليهم. بس يعني صراحة انه ما بزعل، كل واحد بعبر عن حاله، يعني اكيد بحترم رأي الكل، بس ما اكيد بفكر بكل الشعب يعني. خليني اقول لك، هل هذا الشيء عمل لك دافع انك تقدمي بعد وتكفي بهذا الموضوع؟ طبعاً. في شيء اكيد انه اكيد مثلا ما ممكن قال له من تعليق سيء او تنمر مثل ما بيحكوا بانه انت بدك توقف او انه لا خلص انا لا بالعكس بدي كفي وبدي اقدم احسن ما عندي. وان شاء الله يعني يكون قد هيدا الشيء ان شاء الله يا رب. ناتالي، كلمه اخيره لكل حدا عم بيتابعك، لكل حدا كمان موجود وعم يسمعك، وعم في شيء حابه تقولي لهم يا على الهواء اذا عتني نار افهم، شو بتحبي تقولي؟ هلا اول شيء بدي اشكر كل اللي وقفوا معي، اللي ساعدوني وساعدوني واللي كانوا يصوتوا لي كل يوم. اي حدا حكى كلمه حلوه بحقي وكلمه سيئه بقول لهم شكرا، يعني كل واحد له رايه هو بحر فيه. وان شاء الله بتمنى الخير يعني للكل بلدنا، ما اي حدا بيستاهل يعني ان شاء الله يا رب. ناتالي درويش، ملكه جمال العرب، خليني اقول لك هذا اللقب يلي حصلتي عليه لعام 2021. نحن اكيد مبسوطين بكل شخص سوري بيعمل انجاز بسوريا من خلال المنبر يلي بيكون موجود فيه، من خلال طلاب، رياضيين، مثقفين، شعراء وغيره وغيراته، وحتى من خلالكم انتم بتمثلوا الجمال، خليني اقول اي حدا من اي شخص او اي شخص بيعمل انجاز فنحن اكيد بنكون مبسوطين فيه. كل التحيات اكيد خليني اقول لناتالي درويش، كنتي موجوده معنا عبر هوا نينار اف ام، نتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يا رب هيك المستقبل قدامك بيكون خير عليكي، ومن لقب لالقاب. شكرا كلك ذوق، وشكرا لكم لانكم عم تسلطوا الضوء على الشيء اللي عم نقدمه نحن. تسلمي لي، شكرا لك، بقيه نهار حلو. هلا فيكي، باي باي. Bye.